مرحبا بكم متابعينا الأوفياء. موضوعنا اليوم: ما الفرق بين ألم المبيض وألم الزائدة؟ قد تشعر بعض السيدات من آلام شديدة في البطن دون سبب، ويزداد ذلك الألم عند الجلوس، الأمر الذي يجعل السيدة أن تتساءل عن سبب ذلك، إذ هناك تشابه كثير بين أعراض ألم المبيض وأعراض الزائدة، حيث أن الأطباء يجدون صعوبة في التفريق بينهما، فيطلبون إجراء بعض الفحوصات المعينة. الزائدة هي عبارة عن كيس صغير متصل بالأمعاء الغليظة أسفل الجانب الأيمن، ولها فائدة مناعية، لكن في حال التهاب هذا الكيس أو امتلائه بالصديد يمكن أن ينتشر في الجسم كله، وقد تصبح الحالة خطيرة. أما ألم المبيض فهو حالة شائعة تؤثر على عمل المبايض، بحيث يمكن أن تمنع التبويض، وبالتالي ينعكس هذا التأثير على الدورة الشهرية والصحة الإنجابية. عندما تتعرض الزائدة للالتهابات وتمتلأ بالصديد، تشعر المرأة بألم شديد لا يطاق. أما ألم المبيض فقد تشعر المرأة بآلام شديدة في الجزء السفلي من البطن، وقد يستمر هذا الألم لبضع ساعات أو لعدة أيام، والألم في الحالتين متشابه للغاية، لذلك ينصح بالذهاب إلى الطبيب فوراً عند الشعور بأي ألم في البطن، وذلك بسبب خطورة الإصابة بالزائدة والتي تحتاج أحياناً إلى تدخل جراحي سريع. هناك العديد من الأعراض التي تتواجد بين الزائدة والمبيض، وتتمثل في الشعور المستمر بالانتفاخ، كذلك الشعور بالتقيؤ دون سبب واضح، أيضاً ألم شديد في أسفل البطن مع صعوبة في الحركة. ومن الأعراض الخاصة بالتهاب الزائدة هي الحمى، فقدان الشهية على تناول الطعام، انتفاخ البطن، الشعور بألم بالقرب من السرة، وينتقل إلى الجزء السفلي من البطن حيث توجد الزائدة. أما ألم المبيض يتركز على البطن حيث مكان وجود المبايض، وفي حال ملاحظة وجود عارضين اثنين على الأقل من الأعراض المذكورة، فإن التشخيص يميل إلى المبايض وليس الزائدة. وعند المعاناة من أي ألم أو عارض غير مألوف، يكون التأكد من السبب من خلال مراجعة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة والتشخيص المناسب، وذلك للتمكن من تحديد المشكلة والحصول على العلاج الفعال.